Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin. Amin. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Allahu ekber. Semiallahu limen hamide. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم فاجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم اللهم إنا عبيد
عبيدك بني عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا دنيانا اللهم أصلح لنا أزواجنا اللهم أصلح لنا أزواجنا اللهم واجعلهن قرة أعين لنا اللهم اجعلهن قرة أعين لنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ذرياتنا اللهم أصلح لنا أولادنا اللهم أصلح لنا شبابنا اللهم أصلح لنا بناتنا يا رحمن يا رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أغني فقراءنا بغناك اللهم أغني فقراءنا بغناك يا غني يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءنا أعداءك الدين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالكفرة المجرمين اللهم عليك بالكفرة المجرمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق اللهم انصر إخواننا المسلمين في مصر اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رحمن يا رحيم اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم عليك ببشار وجنوده اللهم أهلك بشار اللهم أهلك بشار اللهم أهلك بشار اللهم لا تدع لهم راية إلا هلكته اللهم لا تضع لهم راية إلا هلكته اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم عليك بالشيعة الرافضة اللهم عليك بالشيعة الرافضة اللهم أهلكهم كل أهلك اللهم أهلكهم مهلكة اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رحمن يا رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ها نحن عبيدك بني عبيدك نواصينا بيدك عدل فينا قضاءك اللهم ها نحن مذلولين بين يديك قائمين نرجو رحمتك نرجو رحمتك نخشى عذابك اللهم يا جواد يا كريم لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين يا من قلت لعبادك ادعوني أستجب لكم فاستجب يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.